وإن شاء الله تعالى كدع عيسو مسجد أبي بكر الصديق اللي هو يقانو مسجد كسيكس ستريت ما أركتي برتما حافظة النيروبي إنه سقو إمانينا ندقيسنا محاضرة دي مانتا اللي إعلامين هاي محاضرة سوك صاحب سناندو أنت إن شاء الله تعالى تحفة المتعلم أما هدية دي قالقة هيد قفك وحبران هيا ووطل قال الشيخ إن شاء الله تعالى إنه وقبل دامية دتك وحبران دونا أما وحبران هيا وحينو سوشيدين دونا محاضرة سي فضيلة الشيخ شيخ عبد القادر محمد عثمان شيخ عبد القادر بوابه وإن شاء الله تعالى كم دا علماء دا ووين مقال دا ما ركتي شيخ أيا إن شاء الله تعالى ينقل دون محاضرة أو جزك كوباد أي نقون دون تاي محاضرة دا هبين دا بوء إن شاء الله تعالى قيب تلباد أيا لا دما يستيري دونا وشيخ وينا دما يستيري دونا مركا دمانتين وحان إن شاء الله تعالى إذن كباقينا إنا تكفاي دي ستان و إن شيخ أسيف عنو دقي ستان عنك سوبرتشنا يا فضيلة الشيخ عبد القادر فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد يقول المولى سبحانه وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما يذكر إلا من ينيب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى وحو قرآنك كليه وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين واني وحي وحوط ريسايو أنفعيسا واندو نبي محمد وددك مؤمنين تا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قرآنك وحات كوا نساء روحا وعيدك يا برودينتا يا هنشباد قرآنك كوشرتا كعب صنيع سيدي دابا وعدك يا واند وحي قلبي سسامين اي قصة ميصا افعاشي سي اقواشي سي لقن كي سنا اي وحكب دشا روح مؤمن كي قلبي سوء قيين يهي اي وحكب دشا إلهي وحليه وما يذكر إلا من ينيب موان سومو قرآنك وعدك إيا وعيدك إيا واند إيا تصالياش كجرة وحكم فهمه إلا روح إلهي الله بنا إيا توبت كينك بدن موياني كلمة دي النعاوة وحيكو صاب صنطي تحفة المتعلم وهدي يدى تحفظ حالها تحفة هدية بالها متعلم كان والروح وحبرني علوم تشرع جبرني جارهم بنكهلين هدية داسي وحيك كوبنان دون تدار دور غيبات بيك كوبنان دون ت غيبتك وضو حنك جهلين فضل العلم والعلماء فضل العلم قولي هي قيمة هي مكانة هي بوسك شريعة إسلامك وكتشوك علمي شرعي قول برتو لحمبارو ومد اللي قارسي يقول لقود أقمو قيبت اللواتنا وحين نقول مكانة العلماء قيبت إن صدحاتنا وحين نقول لدونا آداب العالم والمتعلم روح وحبر إياه دتك إياك وحبرنا إياه بأرض إيقابة آداب تلوغ بحية وصائل كعلمي قال له حسليه إيا أرضي توفيق ذا إلهي وفتي يواكي أيام كسو قبقبين دون موضوعين هدي إلهي أونو أقولات خدان تلاب دي نكو واتكبلونو قريق الباب كالغا قال إلهي نوحولي وقت البيوت من أبوابها تعريفك إيا قيحدة إرأي بحنتا
marka culimadu ay ka hadlayaan tacriifu alcilmi maxaa la yidhaahdaa, cilmi marka la qeexayo maxaa la yidhaahdaa, cilmiga marka la qeexayo waxaa la yidhaahdaa macrifatu lmacluumi, yacni waa shaygii la doonayay in la wuxuu qiimo ku leeyahay cilmiga ayuu sharaf ku leeyahay, laakiin cilmiga aadamuhu wuxuu ku kala qiimo badan yahay. Cilmi waxaa ugu qiimo badan midka ku baraya xiriirka Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad la leedahay, midka mustaqbalkiisu uu noqonayo inaad ka qayb gasho Ilaahay martiqaadkiisa qiimiga badan iyo jannadiisa qaaliga Ilaahay uu kuu hibeeyo, cilmigaasaa cilmi ka ugu qiimo badan. Ama cilmigan kale aadamuhu u barto, yacni waxaa Ilaahay u leeyahay yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum ghaafiluun, nolosha adduunyada maamulkeeda iyo maarayntieda iyo cilmigeedan adduunyada muuqdee daahirkaaba yaqaaniin, laakiin aakhiray hilmaansan yihiin. Mar hadday aakhiray hilmaansan yihiinna qiimo male. Cilmi marka ugu qiimaha badani waa cilmiga ku baraya Ilaahay muxuu kaa rabaa, alle muxuu kaa reebayaa, xiriirka adiga iyo Ilaahay idinka dhexaynaya ama innaga iyo Ilaahay inaga dhexaynaya cilmiga xadidaya weeye. Cilmiga ugu qiimaha badan waana cilmiga shareecada, kitaabka iyo sunnada. Ilaahay baa noo tilmaamaya oo adilo badan oo kitaabka iyo sunnada ka mid ah ayaa alle iyo nebigiisu noogu tilmaamaya. Wuxuu Ilaahay leeyahay innama yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, adaatu lxasri baa la geliyo, Ilaahay waxaa ka baqa uun addoommadiisa cilmiga iyo aqoonta leh ayaa Ilaahay ka baqa. Waxaa Ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat wallaahu bima tacmaluuna khabiir. Allah subxaanahu wa tacaala markuu ka waramayay mu'miniinta qiimaha ay Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku leeyihiin ayaa Ilaahay wuxuu yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum, Ilaahay wuxuu kor yeelayaa dadkii Allah iimaanka u hibeeyey, qalbigooda iimaanka u geliya, mu'miniinta ahaa ee idinka idinka mid ahaabaa Ilaahay kor yeelayaa. Adduunkana waa la darajayn, aakhirana Ilaahay karaamaad iyo maamuus ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala alla wuu karaamayn oo uu sharfi. Markaasaa Ilaahay wuxuu yidhi waladiina uutu lcilma darajaat, kuwa cilmiga la siiyeyna Ilaahay mu'miniintaasaa laga sii kor yeelayaayo darajooyinka jannada Ilaahay kor u yeelayaa, maamuuskooda Ilaahay subxaanahu wa tacaala kor u qaadaya. Bini aadamka marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax fahansiinayo, waxaa Allah qur-aankiisa uu wax ku fahansiiyaa tusaalaha, bini aadamkuna tusaale iyo laba shay oo laysu barbardhigu wax ku fahmi kara. waxaa rabbigan leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab, miyay siman yihiin kuwii Ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga iyo aqoonta uu siiyey ee wax garanaya iyo kuwan wax garanayn miyay siman yihiin? innamaa yatadakkaru ulul albaab, waxaa waansama oo waana qaata kuwa qalbigoodu uu fayow yahay ayuunbaa waana qaato diinta iyo wacdiga iyo waanadu ay waxaan faaysan. Mar kale Ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun, markii lasoo tilmaamay amsaashii iyo tusaalayaashii Ilaahay bixinayay wamin aayaatihi wamin aayaatihi waxaa ka mida waxaa ka mida baa Ilaahay wuxuu leeyahay wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun, tusaalayaasha qur-aanka lagu sheegay ruuxa caalimkee cilmiga iyo aqoonta le uunbaa fahmi kara ayaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala.
ahlu naarku markay naarta galaan qiimaha cilmiga sharciga uu leeyahay waxaad ku garanaysaa. cilmigu waa qofka yani waa shayga sabab ugu noqonaya ruuxu carada ilaahay iyo ciqaabkiisana inuu ka badbaado, raalli ahaanshaha ilaahayna subxaana wa tacaala iyo jannadiisa qiimiga badanna uu mutaysto. ahlu naarkii markay naarta galeen maxay yidhaahdeen? waqaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir, haddaanu ahaan lahayn kuwo wax maqlaya oo waanadii iyo risaaladii iyo fariintii ambiyadu u keeneen maqlaya ama wax kasayo wax fahmaya aanu ahaan lahayn, maa kunnaa fii asxaabi saciir, dadka saciiro gala kamaanaan mid noqoneen. cilmigii marka wuxuu noqday waxa naarta lagaga badbaadayo. mar kale qiimaha cilmiga waxayna tusayaa oo hadiyadda cilmiga sharciga ruuxu markuu baranayo makaanada iyo sharafta uu joogo ina dareensiinaya ilaahay waxdaaniyadiisa markii rabbi uu qiray malaa'igtuna ay qirtay waxa uu ku lamaaniyey shahaadada shahaadatu ahli lcilmi buu ku lamaaniyey shahida allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'iman bilqist laa ilaaha ilaa huwa alcasiisu alxakiim. ilaahay wuxuu qiray alle subxaanahu wa tacaala inuu keligii yahay, cid kaloo lagu lamaaniyo xuquuq iyo xaq loola qaybiyaana aanay jirin. malaa'igtuna way qireen, ululcilmigu ahlu cilmiguna way qireen baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala. waa shay ku dareensiinaya qiimaha iyo sharafta iyo makaanada cilmiga, dadka cilmiga xambaarsan, dalabatulcilmiga, cilmiga sharciga kuwa baranaya, kuwa dhegaysanaya, waqti ku bixinaya, isla markaana ummadda gaadhsiinaya, ku camal falaya qiimaha ay leedahay. marka fitnooyinku ay dhacaan, bini'aadamka laba albaab baa laga soo galaa marka la fitnaynayo. labada albaab maxay yihiin? ashubuhaatu washahwaat, shubuhaad oo caqiidadaada iyo diintaadii muctaqadkaagii in lagaa shaki geliyo oo bannaan lagu dhigo. ayaantan soomaydan maqleen midiya, mid soomaaliyo abuubakar iyo cumar iyo nacdalaya meelaha ka nacdalay, in marka shubuhaad inta lagugu furo caqiidadaadii iyo muctaqadkaagii iyo diintaadii bannaanka lagaa dhigo. midda kalena waa shahwaadka oo waydinka arkay social media da'yartii inta uu duufsaday iyo intuu bannaanka dhigay. waxaa lagu badbaadaa marka mawjadaha shubuhaadka iyo shahwaadka waxaa lagaga badbaadaa cilmiga sharciga. waqaala aladiina uutu lcilma waylakum sawaabu llahi khayrun liman aamana wacamila saalixan wamaa yulaqaaha ila asaabiruun. qaaruun markuu damcay dadkii inuu xoolihiisii iyo maalkii uu ku kediyo, bandhigii cardi iyo carwana uu soo bandhigay, dadkii qalbigooda iimaanka ku jiraa aanu adkayn, aqoonta diintooda uleeyahay ay u leeyihiinna aanay badnayn, baa waxay yidhaahdeen yaa layta lanaa misla maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim. alla hoognaya maana la siiyo waxa qaaruun la siiyey, alla ninku xoolo badana. markaasaa kuwii ahlu cilmiga ahaa baa badbaaday. waxay yidhaahdeen waqaala aladiina uutu lcilma waylakum sawaabu llahi khayrun liman aamana wacamila saalixan wamaa yulaqaaha ila asaabiruun. cilmigoodu wuxuu u kala saaray adduunya inaanay qiimo lahayn laakiin adduunyada ay ka qiimo badan tahay aakhiro iyo la kulanka ilaahay subxaana wa tacaala, iyo camal saalixa iyo caqiido suuban inuu ruuxu uu ku dhinto. markaasay yidhaahdeen war hoogooyin goblamooyin, sawaabka ilaahay iyo ilaahay ajarka uu bixinayo ayaa adduunyadan aad fiirinaysaan ka khayr badan ruuxii ilaahay rumeeyey iimaankiisana camal saalixa ku lamaaniyey. maxay ku badbaadeen? cilmi bay ku badbaadeen. dayib,
بخاري في صحيحه وحكم الله باب لله باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وحب باب يستطيع قولك إيا فعلك وحا كهرية علمك أيا كهرية حنود لشذي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله نبي قال رب لا بيؤو الى حق لو عابد ما جرو الا موياني marka fiil la sameeyo salaadu waa fiil hajku waa fiil sakadu waa fiil muamalaadka idan dhaxmaraya bin aadamka idan dhaxmaraya bay' iyo shiraa iyo ku saabsan waa fiil عقودا يهشي سيدا لقلي ينكاحا يقورك يوحى اللمد كاهي يعني وافعال لصميني وحي أفلق قولانا يعني أذكارت يذكرك أضلضل إسائينا يعني وقول وحاسو نوحا كهرية علمك كهرية باب يعني العلم قبل القول والعمل أيوير صلاة وحيوبها انتها علمي حجكو وحيوبها هي علمي يعني سكدو وحيوبها انت هي علمي بيوعة يبيعة يقنعسي تجارة أدقليسة وحيوبها انت هي علمي ويوبها انت مركز البخاري وسي تعليق يوحي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل حكم بلا بي علم جيبو كم بلا بي وحيو كهريسي آدنوه وحي أفقو كغدا واقعي iyo wixii xubnaha uu ka sameeyay buu ka horeeyay markaas wuxuu yiri bukhari wuxuu yiri wa anna al ulamaa warasatu al anbiya culimadu waa dhaxalkii anbiyaada anbiyaada kuway dhaxlay waay warasu al ilma faman akhadahu akhadha bi hazzin wafir waxay dhaxalsiyeen ilmi wuxuu dhaxalkii anbiyaada qayb iyo nasiib ka helayna wuxuu helay nasiib iyo dheef aan la soo koobi karayn تعليق جاسم كوري لكن وحديث أبو داود ابن حبان يحاكم يغير كود أي ورنا ينقذلنا إن وقع إيمان دونا وحويري سقسي وذبرك تعليق سيسي وذوحوري ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة تعليق جاسم كوري لكن وحديث إمام مسلم يا أبو داود أي ورنا يعني روحي هذا الطريق وكد البيع علم شرعي وكر دينيو إلهي وحو أفضد يا دريق علمك شرعي وكر دي سببتي سبحا الله أفضد يا دريق جنة وكجار لها أي الله أفضد يا الحافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى فتح الباري مركو شرحي وحو لأن العلم شرد في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به وحو علمك وشردي وحو يهي قولك إنو أنصحه أما فعلك وأنصحه فلا يعتبران إلا به قولك لما اعتبارنا وقولك نيو الصحيح لما أرانا إلا علم إن له المويا فعلك لما اعتبارنا صلاتني إني أنصح ضي يناني أنصحين محل قوغانية هل هو غانيه؟ علمي بل هو غانيه طيب قيمها مركة أوليه علمه يعني مركة إيه هدية دعين السدن قيمها عيلة ذهي بعد ريمي سامركة نبيه صلوات الله وسلام عليه وحول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين روحي إلهي خير أولادونه خير بلارن أولادونه دينك وفتيها فقه الشافعية ذا مركة مبرنشرني كتاب كستو أدبرني صوفق الشافعية كم إذا كروا حك قرر من يريد الله به خيرا يفقه في الدين حديث شريف براعة الاستهلال يقول جيدانه فن فن كان أي كهذ ليان إنه فقي هاي يقول جيدان لكن حديثه حديث شريف كلية ما هي وفي الصحيحين معاوية بن أبي سفيان بالنبي كورن يوحليه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين روحي إلهي خير أولادونه دين كأيو كسيا
كسم الدينات بو إلهي سيا سبحانه وتعالى إن هذا مركا وقت بحصه حلقات كي علمي آد حاضرته قوبه علمي شرعي قلوه هي آد كقيب قشو وآد لقيسته والروح إلهي سبحانه وتعالى خير للدوني مفهوم المخالفة أنا محلق فهمي روحان إلهي خير للدونين إلهي دين تفهم كذا ما وافقيه حديث قول يا رام حلو شايد كل من قصه وقاضنيه نبي يقول والله المعضي وأنا الغاسم ولا يزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون الله هو بحية وديق بحية بني آدم كوحي كفانان أوردن الله خسنديه سيكوشرا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم رسالة إيه وحيك إلهي با إن وقد يقول نبي محمد إن وقصه ديبي قيبيهنا ونبي محمد با إن وقيبنا إيه وحيك والله إن وقصه ديبي حضي مال إيه حول نقطنا إساقا قيبنا إيه رسولك صلى الله عليه وسلم عليه وحيك غنيما الله علي الجهاد كلوه لا يسجى قيبنا يحكم شرعي وكو قيبنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ترمذي با في جامعه وحكورنا بسند صحيح إمام أحمد يقير كود حديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه لقورني حليه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم مجالس النبي محمد أمضى علمه شرعه وكبره وحيه وعيلك صافيه ها وكورا بني با وحال وصو قاضي وحال وصو هذا القاضي لبنين أوننا عابدي هاي لنا عالمي هاي كيبا في عمبالي سويدي ومقارنة سوما عابدك وفي عينه ونين عبادي سنة ومساجدك كحرا عالم كينا وفي عينه ونن رسالة علم شرعي برنا يفافنا مكاسو النبي وحولي إساقو مسالة كالبقوين وحسمنا يوحكولي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم انت عالمك أوليري هاي عابدك وانت أني النبي محمد عن دير هاي صلوات ربي وسلامه عليه متك إذن كإذن كهو سيئة عن دير هاي بلشاد ميتك وقوه السيئة يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وخلقه وقوه خير بدن انت يسو جران شتان ما بينهما سوما انت يسو جران بحنبي صلى الله عليه وسلم عليه ملك وحقوسي الدار وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير إلهي يا ملائك تيسا يا مخلوقاتك السماواتك يا أرلدك النور حتى قرآن شذا قدك إذا كترت حتى ملائك بد كتر لا يصلون على معلم الناس الخير وحي كصليان وأدعيان معلم كذتك خير كبرية دعاء ده معلمين تا رسالة ذتك حمبار صني حضي الدنيا لقال أهانك خوصيان وإن أوغادان حرو وإن أوغادا قيمها إلهي سبحانه وتعالى أكتسوك لي الدنيا ذا يد الضلال كذا يميلها كالأنوها أقل تاقين ee wadiifadaadan iyo shaqadaadan inay sharaf ku tahay Ilaahay inuu kugu maamuso karaam ay tahay inaad ogaato Ibn Hibban iyo Hakim iyo Abu Daud waxay wariyeen ziyada kale ziyadadaas waxay tahay wa innal malaa'ikata la tad'u ajnihataha li talib al-'ilmi ridan lima yasna'u Ilaahay malaa'iktiisu وحي قربه هذا أي كدل قبشاي أي كدل حرصا روح الظالم العلم علم برنايا حلقات كي مرك الله فرد يهبين كي حديث كالدراسين
intaad fadhido xalqadka cilmiga aad fadhido malaa'igta garbaheeda ku dul haysa oo kuu hoosinaysa. Ogaada dhalinyaro, cilmina waa cilmiga xalqaadka. Cilmiga hadda Soomaali aynu ka sii guurayno waa cilmigu waa cilmiga xalqaadka. Jaamacaadka adduunka, yacni caalamulislaami maanta ku yaalla, ma jiro jaamacad inta kitaab lagu bilaabo kitaabka lagu dhammaynayo. Culimadeenna Soomaaliyeed ajruumi inta lagaaga qaado ilaa alfiye lagugu geeyo, safiina inta lagaaga qaado ilaa minhaajka iyo yaani irshaad lagugu geeyo, yaani arbiciin inta lagaaga qaado ilaa Bukhaari lagugu geeyo, adduunka yaani meelay ka jirtaa ma jirto. Yani bulshooyinka Soomaalida iyo nimankan shanaaqidada la yidhaahdo oo Murtaaniya iyo meelaha jooga, bulshooyin yar bay ku sii hadhay xalqaadka cilmiga. Wuxuu leeyahay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi, wafadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari leylat albadri cala saa'iri alkawaakib. Weli waxaa la muqaaranaynayaa caabidkii iyo caalimkii, meeqaa u dhexeeya? Nebigu wuxuu yidhi fad inta caalimku uu dheer yahay caabidka waa inta dayax habeen 14-aadihii uu dheer yahay xidigaha iftiinka uu la dheer yahay, intaa in leeg buu la dheer yahay. Markaasaa nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi wa ana alculamaa warasatu alanbiyaa, culimadu waa kuwii ambiyada dhaxlay, ambiyada xoola lagama dhaxlin. Dhaxalkii ambiyada ma doonaysaa? Diinta u dadaalo, diinta dowrkaaga ka qaado. Wa ina alanbiyaa lam yuwarasu, yacni ambiyadu maanay dhaxalsiin diinaaran walaa dirham, wa inamaa warasu alcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir. Diinaar iyo dirham toonna kama tegin. Nebi Maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh xoolo uu ka tegay iska daaya diriciisiibaa raahmana. Dhaxal la qaybsanayo markaa oo ehelkiisa uga hadhayna ma jiro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala inama weydiinaya haddaan waalid nahay, ilmahaaga maxaad xoolo uga tagtay? ilaahay kuma weydiinayo subxaanahu wa tacaala. Anaa kuu damaano qaaday inaan ilaahay ku weydiinayn, laakiin ilaahay wuxuu ku weydiinayaa ilmahaagii maxaad ku barbaarisay, yacni maxaad caqiido iyo diin uga dhigtay, maxaad kaga dhimatay oo manhaj u noqday, ayuu ilaahay ku weydiinayaa subxaanahu wa tacaala. Ruuxii dhaxalka ambiyada qayb ka hela wuxuu helay nasiib iyo dheef aad iyo aad u qiimo badan. Bukhaari fii saxiixi wuxuu ku warinayaa min xadiisi cabdillaahi bni mascuud, nebigu wuxuu yidhi laa xasada ilaa fi sinatayn rajulun aataahu allahu maalan fasalladahu calaa halakatihi fi lxaq ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حسد ما جرو حسد كان لبا قيبود وقيب سماو مد ومد ممنوعة وآن لا أقولين وآدابت دنبي آن كغا حد لدونه إنا تراهدو قف إلهي وحو سيي إلهي يقسو وريج مدبا حور لسيي إلهي يقسو وريج mid baa cilmi la siiyey ilaahu iga soo wareeji. Am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadli, kaa lama ogola xasadka. Laakiin xadiiska halkan ku jira waxa weeye, yacni xasadka la diidan yahay waa zawaalu nicmati can ilkhayr, nicmadu inay khayrkaa ka suusho. Xasadka la ogol yahayna alqibda waa majeerasho. Ruux baa ilaahay cilmi siiyey, arladaa qabuul ilaahay subxaanahu wa tacaala u dejiyey, ilaahow isagoo kale iga dhig, ilaahayow sida aad qabuulka ugu dejisay anigana qabuul ii sii, ilaahayow cilmigaad u furtay anigana ii fur, taasoo kalea la ogoli. Labunbaa marka la majeeran karaa. Ka koowaad waxa weeye waa rajulun aataahu allahu maalan fasalladahu calaa halakatihi fi lxaq, waa nin xoolo ilaahay siiyey oo ilaahay uu ku salliday, waafajiyey inuu xaqa uu ku bixiyo, xaqun buu ku halaagi xoolihiisii uu ku bixinaya. Ka labaadna waxa weeye waa rajulun aataahu allahu alxikma,
حكمته وفهم دينه والعلم والعمل سيدة أئمة الشافعية وإليه صاحب نجم الوهاج حكمة النبي صلى الله وسلم عليه وسلم حكمة لسيدة فهو يقضي بها حكمة سوحكوك لحكم الله ويعلمها حكمة بودتك برعية وفهمك كتابك يسنة وعلمك وعمل لبودره وكي إله إليه سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا روح إلهي حكمة سي وحال سي خير فربضا حكمة أمرك يفسر أن علماء وحيد أهدين وهي العلم والعمل وعلم هي عمل وذا صعدة وحد يكتين إلهي علم الروح سي لكن عمل كي لغا قدي حبرق انكي سمرك هذا وحتى توفيق إلهي سبحانه وتعالى علمي إيه عمل فلكي إنه إلهي سوك أدر أيضا وتوفيق حق إلهي سبحانه وتعالى كاهات إمام مالك ما نفسرية حكمة نفسرية وحلية الحكمة الفقه في الدين حكمة وفهم ديني دون روح إلهي سبحانه وتعالى أغدق وأهبه والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل علم هو نور إلهي بحي سبحانه وتعالى عدو دوننا إلهي وكهنونيا ونور كقلبك أقليا وفي نور كالقدمية إنها قلبك سمى النوريان طيب حديثك عبد الله بن عمر وفي صحيح مسلم بايسقن وحليه لا حسد إلا في سنتين رجل آتاه الله هذا الكتاب وحلا ما تشيرتو أولا تشعلا يستامتشر الله من موياني ككواد وحوي والروح إلهي كتاب كنسي فقام به آناء الليل وآناء النهار كتاب كيبو يسكو تاقي حبيني يمالين كتاب كيبو كو تاقي أصدقوا كو عمل فليا كلمتنا ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار والروح إلهي مال حول السيي حولها هي مال كمانت إيمان الآن بلغ قادة قلبي أول البلغ قادة حول إلهي سيي استريس بولي من عيد حول إلهي سيي كامساجد كتر عبادي سنة فقير كأ راحوا كنوا لي يسجن أول والبكونوا لي. ذكر يا معاني يا استريس يا هدي لا يكونوا يا هاي كانسر يا أنت عذره كلو عن الجرانين بقبة. إمام الشافعي رحمه الله تعالى. أي ماذا معاصرين تأين الدليش ذا أنت بدهم عن كجعله. هاي ماذا السلف ك. أيجا وركو وكسامين بدن يحي. مكرش سالة يرى الله قري يا ضربة العلم قلت يدليشنا يان عين ماذا مراجع ذو دي عين ماذا ووين أقواش وضعه النقدين إمام الشافعي بأبو حلية من لا يحب العلم لا خير فيه فإنه حياة الغلوب ومصباح البصائر حلية الروح عن علمك شرعك أنت علين وقت أن كبح نلشي ساعة وحكسين خير ملبو يا إمام الشافعي حي لي فإنه حياة القلوب علمه ونلش قلبك ومصباح البصائر وفينوسك إن لها قلبك كترة فينوسك شدة يوي علمك علي بن أبي طالب أيوحو لهد لاي خطيب البغدادي في تاريخ بغداد سيدو كتل المامي كميل بن سياد نيل يهد الله ليوحيلي العلم خير لك من المال ضلبة العلم يحرويدها وقادين راحضها هاي سطال يا بل يرد تهريب يسيئ تهريب كأيو يعني قال هذا لكو ذا ونموذي سنولل إن حق الله ما يستو هاو قادين وحكا مقاني متشر
علي بن أبي طالب وحكيري يعني علمك كخير بدن حولها إيه مالك هاي العلم يحرسك وأنت تحرس المال علمك إلى لنيا لكن حوله أديك إلى لنا إلى لين بك أجبعين سوسة ما عاو هدي هذا إسكشي ذا لبكم لقو صدر وحوالا دات كسو قادو مركا عاو قريك كنتو ولول مركا ساكو مهرية ياد كو درتا يادو ديفتا حاد كو قشا مشروعي كو صدر دات كو لو ووو دتوك كاكدا ميكاس واكو دعيا ما كدا حالا جاعدا حالا بكل هذا لقو صدر يعني ولول مركا ساكو مهرية سوما مركا قلو حاسك قرنو شاي raaxo iyo nolol dabiici ah ayaad iska noqon marka wuxuu yiri xooluhu ilaalin bay kaaga baahan yihiin laakiin cilmigu asaga ku ilaalinay sida ku ilaalinaya waxba soo lan lahayd samee marka suule wariya ayadaas ka soo horjeeda war hadiiskaas ka soo horjeeda war maadiga cilmiga xambaarsanay caalimka ah waxa sameynaya ha isaga waardiye ka ah cilmi wuxuu yiri wal maalu tanqusuhu nafaqa والعلم يسكو بالإنفاق حولها بحينت استعمال كل استعمال يا حوله نسخة مسا سوما لكن علمكو شيء جدا وكبر كوبا وكبتا نبا أنتو قف كوح آخر سبدن يعني وما دا الله هذا لي الله خضاب يو أقول تي سي مسكح دي سو ويككوب عيسى قرآن كان حفظي labaatan sanad quraanka xifdisan tahay horumar aad samaysay iyo waxaad akhridayna midna ma jiro quraankaas unbaad subaxii la soo kalahdaa oo dugsiga la taaganta waa inaad cilmigu wuxuu qofka u furayaa aafaaq buu u furayaa waa inaad ogaataa markaad quraanka xifdido ilmaha yaryar selefku marka ilmaha yaryar kataatiibta markay macalinka u dhiibaanee higaada iyo farbarka ay baraan markaasuu qur-aanka xifdi jiray markuu qur-aanka xifdiyana funuuntii kale sheekh baa loo dhiib jiray funuunta kale la bari jiray dayib imaam shaafici wuxuu yidhi man dalaba dunyaa fa calayhi bilcilmi waman dalaba alaakhira fa calayhi bilcilmi ruuxii adduunyo doonaya علم هبرته ومن ظلم بالآخرة يعني ومن ظلم الآخرة آخر روحي دوني فعليه بالعلم علم هبرته وركاس تبليغ هل جارسيو حديث النبي وايستان حديث النبي ما إمام الشافعي بايد وقول إمام الشافعي أنت جارسيو قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا فعليه بالعلم ومن طلب الآخرة فعليه بالعلم ما حديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم على مركز مجتمع سوه رستاجيسو حديث النبي آذوه نسبينه سو إسك الصوبار أو إسك الصهوبي النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار dadka wacada marka wax wacdiya sheekh ya sharif ba waxa soomaali waxay tiraahdaa gartaada intaadan geedka tagin baa la soo akhristaa sooma warka idinku ma taqaan odayaasha garanay gartaada intaadan gart gola tagin baa la soo akhristaa ninka waacidke yacni ummada wacdinaya axaadiista uu nebiga u nisbaynayo waa inuu iska soo baaraa ma sugan yihiin mise ma sugna ummadu hadda way baraarugtayo dalabatul cilmigu waa badan yihiin ummaddana nin qofka caalimka ah ee ummadda muxaadaro iyo darsi u jeedinaya inuu wax soo diyaarsado oo aanu ummadda horteeda ummadda caamaha kaga talageli wafowqa kulli dii cilmin caliim kuwa kaa cilmi badan baa ku dhegaysanaya marka waxaad la goola tegayso marka iska soo diyaari إمام مالك إمام الزهري يا إمام أحمد أي ماذا هذا الكود إمام وذي إمام الزهري وحليه ما عبد الله بشيء أفضل من العلم
إلهي إن لقوا مع عبد وحك فضل بدن علمي حي العبادة بما أنصحي علمي الآن. إمام أحمد بن حنبل بايسقنا كورمي وحلية الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. انتظر يا عبيتان كأي مسكال بعضو سميست قراء يقدو يا عشر عبيتان كده يسوق وقت بمله شير مقالك وحليه إمام أحمد مركا الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب دتك علمي جي وجب أهيب بدنيهن انتظر يا عبيتان كعلمي جي وجب أهيب بدنيهن حيلا لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين حيلا ننك وأمر روحه انتظر عبتانك وحمالك أباهية مر أملاب مر أباهية وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه باهذا علم أقبنا وإنت نفسنا عدد كود كلو علم باهي أقبا حدات سوي ستوي سدا ضمان صحدي علمي بيو بانت حدات صلاتك تو صلاتنا توكتي مكوان صحدي علمي بيو بانت صلاتي با لغا بخاي ذكري با اخرين سا ذكري يعني علمي بيو باهيا معاك سوغان مخان سكا سوغناي سوقي بعد غشاي بيع بعد سمين سا بيع ما انصحي مي سمان سين علمي بيو باهيا. طيب سلانت هذه بعد اسكو دحدين مرن يدود باي دلاق با دحاي علمي بو باهي وادي غوادك تليفونك كو عي وريرنا علم مركه ميان عنتدي لوغه باهي بدنين عنتدي عبتانك وا لوغه باهي بدنين هذا ساك سو قرعت قد وا اسك دين كرتا ني هو باهني وا ورن سامك عاوا عاوا كور عشو مبان لكن علمي نولشادي دقيقه البريقس نولشاده كميده علمي كما كافتوني كرت. طيب حسن البصري بقى لكن هو علمي ايه علمي كان كاذب حسن البصري بقى وحليه العلم علمان علمي هو الله علمي وقاده علم اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم علم عرب كاسي وحجة ابن آدم كحنبار سنبو حجة كن قنية باب كدمان كهذا يسو سومالي كما إذا مغلي جرن كون كي العذاب وداد باو غوري وركا مكا مغلي جرتين باب كدمان كي قال ديما كان قالوا عذابتا عالمك إيو علماء إيو ننك وحبرنا إيه علمي هو الله ميد أفكا وبني آدم كي أوقف كي مركا علمي حنبار سنة آنو كل لقمين أوركي قلبي كان سيجل كاسي وحوي وحجة الله على ابن آدم وحجدي إلهي ابن آدم كحجدك نقنسي القرآن حجة لك أو عليك قرآن كما حج كون نقني يا مدوش هذا حجة كون نقني علمي لكن أنا وأنا كهذا لي هدية دعاء قيمها بدني وحوي وعلم في القلب وذلك العلم النافع وعلمك قلبك وروح قلبك قلي حضنها يكون عمل فليان إنه يجي أمر كله، إيه وحكار ريبية، إيه وحكوبة نينية، إيه وحكفرية، علم جاس وكله علم نافع علي له ده، علم نافع أيالي له. حسن البصري بسيوة وحليه، ما من شيء يعني وحليه هي شيء مجر، ومما خلق الله أعظم عند الله في عديم الثواب من طلب العلم. فلا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدق شيء وحي إلهي أبو ري كمدة وحيابها الله أبو ري كمدة وعلمك كفض لبدن وكقيمة بدن متجر حج بان كقيمة بدنين عمر بان كقيمة بدنين جهاد بان كقيمة بدنين صدق بان كقيمة بدنين ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس هذا علمي موقال لو يلي لها صورة يصور لو يلي لها علمي واك قرح بدنان لها قرح هذا الصورة يدي موقال كذا واك قرح بدنان لها. طيب علمي كيسة صنها أيا وحو كفد لبدنيهاي
يعني مدكيسة هذه إلهي يقولون هي صلاة عبادات كالسنة سنة وحاكفض لبضن علمك كسوتيت كيسة مذاكرة ديسة مراجعين تيسة حرتو وحسلم مراجعيسة أهل علمك وحلو يديو أيا كفض لبضن إن أضمعاء وردن صلاة الليل وتابناتو وحاكفض لبضن مسألة علمي أو شرعي وآدئاتو أما يعني قف كو أقون داما أدلا مراجع عيسو نبي جينا صلوات الله والسلام عليه وحاكسوا عن حديث حاكم يا الدبراني أي ورينيان دبراني في الصغير وكو ورينيو من حديث حذيفة بقى نبي حليه صلوات الله والسلام عليه فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع علمي جمدكي صديرات كابا وحا أكتي ذا اللغة كالقعي البدية هي عبادة جمدكي ذا ديرات كأه وخير دينكم الورع دين تينا وحا أو خير بدن روحو إنو حلال ميرتو ووحا أو قودان أي عرب كيسا أي لبدي سدان لحدي ذا مرين أيو إنو أغادو أو شيء حلال أو نقضو وفعلا المانتو حين كوشنا وقتك النبي قولي يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام تدك وحاوي من دون وقتي أن روح إسويدين حولها وكسبنيا ما حلال بام سوى حرام سوى ما أنتك مجر خبادي بام قعي الله بحي مركاسة وحلال ينفس منتي يعني مربا صورة مقع بام الله بحنيا والربا هداد طبعا مقع بحصو حداد قرحصو صبغ آدم مرصو ربا وربا روحي قاتين إلهي بودقال كولتشرا روح إلهي دقال كولتشرا ينسقعو أبو درداء أيا وحولي مذاكرة العلم خير من قيام الليل علمي قول لمذاكري أيا وحو كخير بدن يحي قيام الهبين أوردن إن قيام لو تاقنادو وهديد او ايوباهين طلبه العلم ايوباهين ان اي اوغادان علمك اي قيمه س علمك ان وقتك لو بخيو لا تمدر السماء ذهبا ولا فضه عاو انت تسيحته لو وحيون مايو علم و هو باهي وقت بو باهي ان هذا وقت سيسو باهي ان هذا دغيستو باهي ان هذا حفظدو باهي إن أتكو عمل فشو أباهية إن أتفافسو أباهية إن تصدني ومرتبه إيا مراحل كله الرئيه واي يفضل هذا كم يجوه قيبتك هو أدمرك إن شاء الله تعالى وحن كسوك قبل قبيل يا أدانك وقتك سينا انتوغا من موضي أدانك مرة أولا نعفه قبل قبيل انتوغا إن شاء الله تعالى قيبت الله بعد وحن كبلا بدونا فضل مجالس الذكر مجالس الذكر يا فضلك يا إليه ضحي وحن كحشين دونا علماء يا فضل قودا كدب الموضوع وحن كسوك قبل قبيل دونا أدابت قفك وحدتك برايا يقفك وحبرانايا يا أرضي وأسبابها وحكو برانايا يا وكما أرضي توفيق ذا إلهي سبحانه وتعالى هو فتية ضالبك تلمامها لبو قرانايا محيطة هاي شانتا قدبان كسو قبقبين دون إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خير فضل.